فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأهل الأهواء، أهل الأهواء اشتغلوا بالشبهات وأفسدوا عقيدتهم، وكان الأمر العقيدة مبني على التسليم والانقياد، والعقائد توقيفية لا مدخل فيها للآراء والاجتهادات، بل هي توقيفية. فأولئك لم يقفوا عند الأوامر وفي العقيدة، بل إنهم أدخلوا عقولهم فيها، فلذلك نفوا أسماء الله وصفاته، هذا من جهة المعطلة. والمشبهة قاسوها على صفات المخلوقين لأنهم لا يعقلون منها إلا هذا، لا يعقلون من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوقين، فلذلك شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، أنهم لا يفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق. هذا هو الخوض، هذا هو الخوض في العقيدة والشبهات. وكذلك المشركون وعباد القبور، فإنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم خاضوا في الشبهات. قيل لهم إن هؤلاء ينفعون ويضرون، وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم يضرون من لم يخضع لهم، فاستجابوا لذلك وصاروا يدعون الأموات ويستغيثون بهم، فهم خاضوا في أهوائهم بدون سلطان ودليل من الله سبحانه وتعالى، وإنما اعتمدوا على القصص والحكايات والأحاديث المكذوبة والوعود الكاذبة أنه سيحصل لك كذا وتعطى كذا إلى آخره. فهؤلاء إنما في عقيدتهم مبنية على الهوى، عقيدتهم مبنية على الهوى، وأهل الحق عقيدتهم مبنية على الدليل والبرهان.